أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أتحدث لكم اليوم عن أول الفرائض وأهم الواجبات، كيف لا، وهي حق الله تعالى على عباده. هذه الفريضة هي معرفة الله تعالى بالتوحيد وإفراده بالعبادة. لا يقبل الله من عبد أي عمل حتى يحقق التوحيد. ففي الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد الله هو دين الرسل من أولهم، وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها المؤمنون، ما هو التوحيد وما هي أنواعه؟ التوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بالخلق والرزق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه. وأدلة هذا التوحيد في هذا الكون لا تعد ولا تحصى، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن تأمل في هذه الآيات امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما لله سبحانه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أما النوع الثاني فتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد. وعنوان هذا التوحيد تكلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا قال لابنه: أأمرك بلا إله إلا الله؟ فإن السماوات السبع والأراضين لو وضعتهم في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. أما النوع الثالث فتوحيد الألوهية، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. قال الشاعر: وهو الله الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدع بلا مثال سابق. عباد الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، إذا كان هذا هو شأن التوحيد فإنه يحق لعين المؤمن أن تدمع، ولفؤاده أن يتفطر. فالتوحيد عباد الله نتعلمه ونعمل به ونربي عليه أبناءنا ونعلم به إخواننا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمن الرخاء وساتر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.